حلق عالي يا نصر الاهلي، تحدوا كل الصعاب وتعهدوا ان هم يسعدوا جماهير النادي الاهلي. ابطالنا ابطال السله الحقيقه امبارح شرفونا وحسينا بفخر كبير قوي واحنا بنتفرج وبننهي السنه دي وببطوله كبيره زي دي. طبعا بالنسبه لابطال السله مش بس بنتكلم على ثلاثيه كره القدم اللي بنحتفل بيها، لا كمان ابطال السله امبارح الحقيقه بينافسوا لاخر دقيقه لاخر وقت لاخر ثانيه. في ناس كانت خلاص بدات تفقد الامل وهي بتتفرج على الماتش او على المباراه، ولكن رجالتنا كانوا قدها، وهي دي روح الفانيلا الحمراء، روح التيشيرت، تيشيرت النادي الاهلي. والحقيقه هم يستحقوا ان هم نفتخر بيهم وان احنا نبقى بنحتفل معاهم النهارده، وده شرف لينا ان هم النهارده يكونوا طبعا منورينا بعد الحقيقه ظروف صعبه قوي، غيابات كتيره قوي عدت عليهم، ظروف صعبه قدروا ان هم يتخطوها وكانوا قدها وقدود. طبعا بنشكرهم على الاداء المشرف وعلى النتيجه وعلى البطوله، بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيدعم كل الرياضات، بنشكر كمان طبعا جماهير النادي الاهلي اللي ورا فريقها في كل المجالات وكل الرياضات. منورني اتنين من نجومنا ومن ابطالنا، كابتن ايهاب امين وكابتن مودي الجرحي، الف مبروك ونورتونا وشرفتونا الحقيقه امبارح. الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله على المكسب، طبعا بطوله مهمه يعني كانت صعبه، من اصعب البطولات اللي عدت علينا يعني انا عن نفسي في حياتي، من اصعب البطولات دي في ظروفها وفي الاجواء اللي حصلت فيها، بس الحمد لله يعني ربنا كلنا مجهودنا الحمد لله كسبناها في الاخر يعني. كابتن الفريق وصانع الالعاب، يعني مسؤوليه كبيره قوي عليك طبعا انك تكون كابتن فريق النادي الاهلي، ازاي قدرت تبقى تتخطى الصعوبات دي الفتره دي؟ يعني احنا بنتكلم على غيابات كتير قوي يا كابتن، وبتواجهوا الاتحاد، والاتحاد فريق كبير في السله وده معروف طبعاً. ازاي كنتوا قادرين تتخطوا ده؟ كانت ايه دورك بالظبط في المسؤوليه دي؟ والله احنا بدانا السيزون اصلا احنا مش كاملين، كان في لعيبه مع المنتخب، كان في لعيبه مصابه، وكنا لسه جايبين صفقات جديده لسه ما اتمرناش خالص مع بعض. اول ما كملنا قبل الماتشات يعني حوالي باسبوع 10 ايام دخلنا على ماتش الزمالك، الحمد لله كنا في الاول اول كوارتر كنا مش كويسين، بعد كده الحمد لله مستوانا الحقيقي ظهر. انا احساسي احنا خدنا بقى عين بقى، اتحسدنا بقى بعد الماتش ده، ان احنا من بعد الماتش ده الفرقه كلها بقى اصابات، حصل اصابات في الماتش ده بالظبط، بعديها بفتره بقى جه موضوع الكورونا ده، اربع خمس لعيبه كمان مؤثره جدا في الفرقه جدا طبعا، سواء ايهاب او عمرو، او بعديهم جه وعبد الفضيل، بعد كده عمر طارق ومودي. طلبنا طبعا موضوع التاجيل ده تعب، احنا تعبنا واتمرنا، فما ينفعش تيجي في الماتش الحاجات الفاينل دي ما تلعب نقص. كان نفسنا ناجل، بس كان جوانا بقى يقين ما اتقال خلاص مش هيتاجل، ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا عشان احنا تعبنا يعني. وكنا بنلعب فرقه كبيره زي فرقه الاتحاد، طبعا هم كسبوا السنه اللي فاتت معانا في الفاينل كاس الدوري، فاحنا كنا عايزين نرد ده السنه دي، وكان نفسنا نبقى كاملين، كان عندنا امل لغايه اخر لحظه برضو ان احنا الناس المصابه حد فيهم هيلحق. هو خسرنا اول ماتش، مع ان احنا كنا عاملين جود جيم يعني، فعلا. الناس كلها احترمتنا حتى بعد الماتش ده، بس جينا الجيم بقى ده مع عند ربنا، والله احنا عرفنا ان الناس المصابه دي هتلعب الساعه 2 الظهر مثلا او 1 الظهر، ما كناش هم ما اتمرناش ولا تمرينه كانت ظروف كلها مع الكوتش كده، كنا عارف احنا بنحمس بعضنا يعني، لو خلاص هو خمسه قدام خمسه يعني، في الاول وفي الاخر هو خمس لعيبه وانت خمس لعيبه وتوفيق ربنا بقى. فحتى واحنا ناقصين، وكنا ناقصين امبارح حتى ناس كتير، حتى ما ايهاب وعمرو لعبوا وهم مش جاهزين، في خمسه مش موجودين برضه، فربنا كرم ان احنا تعبنا يعني الحمد لله على المكسب في الاخر الحمد لله.